فؤاد برادعي عضو مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، صباحك سعيد سيدي، أهلا وسهلا بك. صباحك مبارك سعيد، تحية مباركة لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات، نقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، نسأل الله تبارك وتعالى فتحه ونصره وبركته وهداه. أمين يا رب، شكرا لك أستاذ. إذن أستاذ، حديثنا اليوم عن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص المحافظة على البيئة. طبعا خلق الله تعالى البيئة نقية سليمة نافعة وسخرها للإنسان وأوجب عليه ضرورة المحافظة عليها، كما دعاه إلى ضرورة التفكر في آيات الله الكونية والتي خلقت في أحسن صورة. بداية نتحدث عن علاقة الإنسان بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيه وضرورة المحافظة على هذه البيئة. فعلا كما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الكون صالحا ومهيئا لكي يعيش فيه الإنسان. نعم. والإنسان هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض، وقد كرمه الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأساس هذا التفضيل هو هذا العقل الذي منحه الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، الذي يميز به بين النافع وبين الضار، بين الصحيح وبين الفاسد، بين ما يصلح له ويعني يساعده في هذه الحياة الدنيا، وبين الشيء الفاسد الذي لا ينتفع به في هذه الحياة الدنيا. ولذلك نجد لفتة قرآنية رائعة في القرآن الكريم حينما يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بمعنى أن الأصل لهذه الأرض هو الصلاح، فجاءت هذه اليد الآثمة المعتدية المجرمة فأفسدت في الأرض، فنهى الله تبارك وتعالى عن الإفساد في الأرض، وبين بأن الأصل لهذه الأرض هو صلاحها لكي يعيش فيها هذا الإنسان. وحينما نقول علاقة الإنسان بالبيئة، هي علاقته بالمحيط الذي يعيش فيه، علاقته بالتربة، علاقته بالهواء، علاقته بالماء، وكل هذه الأشياء هي عناصر الحياة بالنسبة إليه. والشيء الذي لابد أن نلفت إليه عناية المشاهدين هو أن الإسلام هو دين الحياة، كل شيء يمنح الحياة الصحية للإنسان يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف. ولذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع إرشاداته إلى أن هذا الإنسان كيف يتعامل مع البيئة التي يعيش فيها، فجاءت الأوامر وجاءت النواهي على الإفساد والضرر الذي قد يحدثه الإنسان بسبب جهله، بسبب تغافله، بسبب بعده عن تعاليم الدين، بسبب أنانيته، بمعنى أنه يرى بأن نظافته لا تكون إلا داخل بيته، أما خارج بيته لا يعنيه ذلك الأمر. فكل هذه المعاني أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نعود إلى القرآن الكريم، نعود إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جميل أستاذ، ذكرتم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أداب يراعيها المسلم في تعامله مع البيئة المحيطة به. ما هي هذه الأداب التي على المسلم والمؤمن أن يتبعها حفاظا على البيئة والمحيط الذي يعيش فيه؟ أول شيء دعا إليه الإسلام هو الطهارة، بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون طاهرا. فإذا كان الإنسان طاهرا في بدنه وفي ثيابه وفي المكان الذي يعبد الله تبارك وتعالى فيه، فإن هذه ثقافة لهذا الإنسان المسلم كيف يتعلم الطهارة ابتداء. ولذلك نجد الخطاب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. العلماء قالوا أن هنالك علاقة بين العبادة وبين الطهارة، وربك فكبر وثيابك فطهر، بمعنى أن الإيمان الحقيقي وطاعة الله تبارك وتعالى لا تكتمل إلا بوجود هذه الطهارة. فلذلك جاء الإسلام مبينا لنا تلك الطهارة التي لابد أن يكون عليها الإنسان المسلم، من الاغتسال واستحبابه كذلك يوم الجمعة، من الوضوء، من طهارة
طهارة الثياب، من طهارة المكان الذي يعبد الإنسان فيه ربه تبارك وتعالى، كل هذه تعاليم من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحيى الإنسان حياة النظافة وحياة الطهارة. هذا بالنسبة للأفراد أو الطهارة على مستوى الفرد. أما الطهارة على مستوى الجماعة، نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. فالفناء هو محيط البيت، حينما نتكلم عن الفناء نقصد به الساحة العمومية، نقصد به الطريق، نقصد به الأماكن العامة، أماكن التنزه. كل هذا الأمر هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على الطهارة وتنظيف أفنيتنا، لأن الفكرة الشائعة كما ذكرنا من قبل هو أن الإنسان يعتقد بأن النظافة لا تكون إلا داخل بيته، أما خارج بيته فهو ليس مسؤولا عن تلك النظافة، فيرى من نفسه بأنه قد تخلص من تلك القمامة من خارج بيته لكي يجدها أمامه بعد ذلك في طريقه وفي شارعه، ويجد تلك الروائح الكريهة والمناظر التي لا تليق بالإنسان المسلم بحيه، لأن الإسلام هو دين النظافة ودين الجمال كذلك، الذي تحدث عنه القرآن الكريم حينما قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فهنا نجد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيف الأفنية والاعتناء بالطرقات، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك، يعني أبعده عن الطريق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا إرشادا منه عليه الصلاة والسلام، كيف أن الإنسان لابد أن تكون له هذه الإيجابية في الحياة، فيصنع شيئا جميلا في الحياة وفي المجتمع الذي يعيش فيه بفضل هذه الإيجابية التي تدعوه دائما إلى تنظيف نفسه وتنظيف محيطه والدعوة إلى ذلك، وهو كذلك من باب التعاون على البر والتقوى، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأظن أن أهم شيء لابد أن نتعاون عليه هو أن يحض بعضنا بعضا، وأن يوصي بعضنا بعضا، وأن ينصح بعضنا بعضا على المحافظة على هذه البيئة. تشترك في ذلك دوائر كثيرة، مثل دائرة المدرسة، دائرة المسجد، دائرة المجتمع كذلك، من حيث التحسيس والتوعية لهذا الأمر الذي يهدد حياتنا. بسبب ماذا؟ بسبب كما ذكرنا هذه السلوكات السيئة السلبية التي نقوم بها ولا نلقي لها بالا، ونفسد من حيث نظن أننا نصلح، وقد نتسبب بعد ذلك في هذه الكوارث التي أصبحت الآن عالمية، ومنظمات عالمية تدعو إلى الحد من هذه الكوارث التي تهدد بالدرجة الأولى الحياة الصالحة لهذا الإنسان. أستاذ، ذكرتم يعني سلوكيات ربما السلبية التي قد يتصف بها الفرد، وتحدثتم أن المسلم أو المؤمن بدرجة الأولى يكون نظيف المسكن، نظيف المحيط، نظيف الروح، ونقي القلب بدرجة الأولى. وهنا نتحدث عن خصال المؤمن والمسلم قوي الإيمان والذي له قرابة كبيرة بالله سبحانه وتعالى وبتعاليم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ يعني هي في الحقيقة خصال وصفات المسلم. نعم، لأن الإيمان كما يقول العلماء: إن الإيمان القوي يلد الخلق القوي. نعم. كلما ازداد إيمانك بالله تبارك وتعالى واستشعرت رقابة الله تبارك وتعالى عليك، فإن سلوكك بعد ذلك يكون بمقتضى هذا الإيمان، لأنك تعلم بأن الرقيب عليك أولا هو الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فأنت حينما تقدم على أي سلوك من السلوك لابد عليك أن تحاسب نفسك: هل هذا السلوك يرضي الله تبارك وتعالى أو يسخط الله سبحانه وتعالى عنه؟ هل هذا السلوك سأحدث به نفعا للمجتمع أو ضررا للمجتمع؟ وقد نهى الإسلام عن الضرر: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية تقول: إن الضرر يزال. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الغير، قد نؤذي الغير بتلك برمي المهملات في
أي مكان بتلك الرائحة الكريهة، بذلك المنظر الذي لا ترضاه النفوس الطاهرة حينما تجده في الشارع. كل هذا من الإيذاء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقتضى إيماننا بالله تبارك وتعالى يدفعنا إلى الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان القوي هو الذي يلد الخلق القوي. وإذا كنا ندعي الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا بحسن الخلق الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فعلينا أن نحسن هذه الأخلاق ونراجع سلوكاتنا، وخصوصا حينما نتعامل كما ذكرنا مع هذه البيئة. وذكرت لك من قبل أننا حينما نتكلم عن البيئة نتكلم عن طهارة الماء، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحدث الإنسان شيئا من النجاسة في الماء الجاري، لأن الناس ينتفعون به فيكون هذا من الإيذاء. عفوا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الاقتصاد في الماء، كذلك عدم الإسراف والتبذير في الماء حتى في الوضوء. فالصحابة رضوان الله عز وجل عليهم قالوا: أو في الوضوء سرف؟ يعني هل هنالك تبذير حتى في الوضوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت على نهر جار. بمعنى أن الإنسان لابد أن يكتسب هذه الثقافة، ثقافة المحافظة على الماء، ثقافة اقتصاد الماء وعدم تبذيره من أجل أن ينتفع به الغير كذلك. والآن نلاحظ أن هنالك جفاف في المياه وندرة في المياه، فلذلك الإنسان لابد أن يكون على وعي بجميع هذه الأمور التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الهواء، حينما تصدر تلك الروائح الكريهة التي نؤذي بها الغير، لا شك أن هذا يعود كذلك سلبا على صحتنا، ويعود كذلك سلبا كذلك على المجتمع برمته. فنلاحظ أفراد المجتمع بعد ذلك يعانون من الأمراض ومن الأوبئة، وكل هذا له تكلفته كذلك المادية والمعنوية. أكيد ربما الاستخدام السيء وهذه السلوكيات السلبية ستنعكس بدرجة الأولى على الإنسان وعلى الفرد كما تفضلتم أستاذ. قد يعني يكون هناك أوبئة، أمراض. طبعا أكد أيضا أو جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأكد أن هناك ارتباط متبادل كما قلنا بين الإنسان وعناصر الطبيعة، وطبعا الاستخدام السلبي كما تفضلتم سينعكس بدرجة الأولى سلبا على حياة الفرد وعلى كل الكائنات الحية وعلى الكون بصفة عامة. نعم فعلا. الآن حينما نتكلم عن الإفساد التربة مثلا، هذه الأكياس البلاستيكية بيّن الخبراء بأنها لها يعني تأثير حتى على هذه التربة، ونحن نعلم بأن التربة هي أساس الحياة كذلك. الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن الأرض قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ثم بين الله سبحانه وتعالى قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. كيف تكون هذه الحدائق وهذه الأشجار وهذه النباتات في بيئة غير صالحة أو في بيئة قد أفسدها الإنسان؟ فإنه يفسد بعد ذلك طعامه ويعود بذلك سلبا على حياته كلها. فلذلك آيات النظر في القرآن الكريم هي آيات كثيرة من أجل أن يستفيد الإنسان منها كذلك، فيضع شيئا من التحسين لحياته لكي يعيش تلك العيشة السوية الصالحة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ولا يخرج الإنسان على هذا النسق الكوني أو على هذا النظام الكوني الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان.
أستاذ، ما أروع التعاليم النبوية. نعم. التي تحث على الحياة الطيبة. نعم. الخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، فتحافظ بذلك على راحة الإنسان النفسية والصحية كما ذكرتم. نعم. اجتناب ربما الكثير من الأوبئة التي ستكون ربما نابعة من ملوثات للطبيعة. طيب، الحديث عن المساحات الخضراء، عن التربة، عن الهواء، عن ضرورة المحافظة على كل هذه العناصر. النبي عليه الصلاة والسلام كان محبا لترغيب الأمة في استنبات الأرض وزراعتها، وحث على غرس الأشجار والنخيل لما لها فائدة على كل الكائنات الحية، أليس كذلك؟ فعلا بارك الله فيك. نحن نعلم دور الشجرة في حياة الإنسان، كيف أنها تمده بالجمال، تمده بالظل، تمده بالأكسجين، تمده كما ذكرت بالراحة النفسية. حينما ينظر الإنسان إلى ذلك الإخضرار، العلماء يقولون بأنه سيكتسب كذلك طاقة زائدة داخل جسمه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الغرس، فقال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به أجر. فبين الرسول أولا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغرس وإلى الزرع، ثم بين ذلك الأجر والثواب الذي يناله الإنسان حينما يساهم في هذه البيئة الصحية التي ينتفع بها الإنسان والطير والحيوان وكل هذه عناصر البيئة كما ذكرنا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة أو شجيرة صغيرة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. كل هذا دعوة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على الاعتناء بالحياة، و الحرص على الاعتناء كذلك بالنباتات وإنبات الأرض واستصلاح الأراضي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. كل هذا دعوة منه، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعمير هذه الأرض التي نحن مطالبون شرعا بأن نعمرها. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنشأنا في هذه الأرض، وهو الذي استعمرنا فيها، وهو الذي جعلنا خليفة، جعل الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان خليفة في هذه الأرض من أجل إصلاحها وعدم إفسادها، فنهى عن الإفساد، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جميل أستاذ، كما ذكرتم من عظمة الإسلام أن ثواب ذلك الغرس الذي يتم غرسه أكيد يعني المفيد للبيئة موصول ما دام الزرع قد استفيد منه، حتى لو انتقل إلى ملك غيره طبعا، أو مات الغارس أو الزارع، فيبقى له أجر عظيم بسلوك ربما بسيط جدا، وإنما الثواب والأجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. فعلا هذا الغرس الذي يغرسه الإنسان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الصدقة الجارية. وحينما نقول صدقة الجارية، هي الصدقة التي ينتفع بها الإنسان بعد مماته، بمعنى لا ينتفع بها في حياته فقط، بل ينتفع بها بعد مماته. فيموت هذا الإنسان وحسناته تزداد بفضل هذا العمل الذي عمله في دنياه. وهنا تحضر تلك القصة، ذلك الرجل الذي وجد شيخا كبيرا يغرس غرسا وأشجارا، فقال له: أنت شيخ كبير، كيف ستنتفع بهذه الأشجار التي ربما لا تنمو إلا بعد سنوات طويلة؟ فقال قولته الشهيرة: هم غرسوا فأكلنا، ونحن نغرس لهم لكي يأكلون كذلك. وهذا الشيخ علم بأن هذا الغرس سينتفع به كذلك في آخرته. فهذا هو الفكر الذي لابد أن ننشره بين الناس جميعا، وأن نربي أبناءنا كذلك عليه، كيف نتعامل مع البيئة ومع المحيط الذي نعيش فيه، كيف نتعامل مع عناصر الحياة كما ذكرنا: الماء والهواء والتربة التي جعلها الله تبارك وتعالى صالحة لهذا الإنسان، ولا يجوز له أن يفسد ما أصلح الله سبحانه وتعالى. جميل جدا أستاذ، ذكرتم نقطة مهمة جدا، وهي ضرورة ترسيخ هذه الثقافة البيئية. نعم. في عقول وأذهان الجيل الناشئ أستاذ. نعم. طبعا إن تم
ترسيخ هذه الثقافة بتعاليم صحيحة أكيد سيكون هناك جيل محافظ للمحيط، للبيئة، للمسكن، يعني لكل ما يحيط به. كيف يمكن تثمين أو كيف يمكن ترسيخ هذه الثقافة البيئية عند الطفل اليوم؟ نعم فعلا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبواه. فالأب بداية والأم والأولياء حينما يعلمون هذا الإبن، أولا يعلمونه ألا يرمي الفضلات في أي مكان. فلذلك دائما حينما نتحدث عن النظافة، وحينما نتحدث كذلك في دروسنا في المسجد والأئمة وما يبذلونه في بيوت الله تبارك وتعالى، مشكورين على ذلك، على تحسيسهم بهذا الجانب المهم في المجتمع. أول شيء دائما نعلمه للناس أننا نقول لهم لابد أن يساهم الإنسان بداية في النظافة بعدم الرمي، أنه لا يرمي في أي مكان ولا يرمي في أي وقت. فهذا هو الشيء الذي لابد أن نرسخه كذلك في أبنائنا، فنعلمهم ابتداء بأنه لابد من المحافظة على هذه البيئة بعدم رمي الفضلات في أي مكان، ونعلمهم ونكسبهم هذه الثقافة. ثم بعد ذلك ثقافة الاعتناء بالبيئة كالخروج في خرجات سياحية من أجل الغرس، من أجل التشجير، من أجل الذهاب إلى الغابات والمساهمة في سقي الأشجار وما إلى ذلك. كل هذا تعليم لهذا الإبن كيف تكون علاقته بينه وبين البيئة التي يعيش فيها. طبعا هذه الثقافة التي يجب غرسها عند الأطفال أو عند هذا الجيل الناشئ تقع بدرجة الأولى مسؤوليتها على الأولياء. نعم. أولا فعلا. ثم القطاع التربوي أيضا. نعم. من خلال كما تفضلتم ربما خرجات ميدانية للغرس والتشجير. نعم، أذكر أنه في سنة من السنوات الماضية جعلوا في المدارس أن أول درس يدرسه الأبناء، فيكون أول شيء يستقبلونه في بداية سنة دراسية هو الكلام عن البيئة. لا شك أن أول درس سيكون راسخا في ذهن الإنسان، فلذلك كانت العناية بهذه البيئة من خلال تعليم الأبناء في بداية مرحلة دراستهم بالعناية بالبيئة وضرورة المحافظة عليها. كذلك الخرجات الميدانية التي تقوم بها المدارس وهي مشكورة على ذلك، فيتعرف من خلالها بداية الطفل على هذه العناصر الموجودة في الحياة، حينما ينظر إلى الأشجار، حينما ينظر إلى الطبيعة. ثم بعد ذلك يأتي التوجيه من المعلم بضرورة الاعتناء بها والمحافظة عليها، فينشأ هذا الإبن تنشئة صالحة سوية بفضل هذه التعاليم. فتكتمل بعد ذلك توصيات الأولياء في البيت وتوصيات المعلمين في المدرسة وكذلك ما يتلقاه الإبن في المسجد. كل هذه التعاليم لا شك أنها تنشئ لنا ذلك الإبن الصالح الذي ينفع أمته ومجتمعه فيكون صالحا في مجتمعه. جميل جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان محبا للطبيعة والبيئة. نعم. وكان محبا للروائح الطيبة. نعم. الزكية. ربما من بين السلوكيات السلبية التي نشاهدها اليوم، يعني لدينا غابات جميلة جدا، لدينا حدائق رائعة جدا. نعم. تتزين بالزهور، بالورود، ذات الروائح. نعم. الطيبة. فعلا. من السلوكيات التي نشاهدها هي قطف وسحق تلك النباتات. نعم. التي لها منفعة كبيرة. نعم. للبيئة وللمحيط. نعم، في تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى أنه يوصي الجيوش عند الذهاب إلى المعركة فيقول لهم لا تقطعوا شجرة، لأن هذا من الاعتداء على البيئة، وهذه هي آداب الحرب التي كان يحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض من ذلك إبعاد هذا المعتدي، لا أن نعتدي عما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فكان يوصي بعدم قطع الأشجار، بل إن الإنسان لا يجوز له أن يقطع شجرة إلا إذا كان ذلك إلا إذا أحدثت هذه الشجرة ربما إيذاء في البيت أو في المسكن أو في الطريق، أو كانت هذه الشجرة كذلك يعني من أجل أن ينتفع بها الإنسان في حياته. أما أن يقطع الإنسان شجرة فهذا من الإفساد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت توصيات الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه إلى العناية بالبيئة وعدم الاعتداء عليها. كما ذكرت هنالك سلوكات
سلبية سيئة، لابد أن نعود إلى هذه التعاليم فنقضي على هذه السلوكات السلبية التي نؤذي بها الغابات ونؤذي بها الحدائق العمومية التي في الأخير نحن من ننتفع بها، فإننا نسيء إلى أنفسنا من حيث لا نعلم. ذكرتم أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إماطة الأذى، إما في قطع ربما الأشجار التي قد تؤدي فقط لأذية الفرد والكائنات الحية، أو إماطة الأذى عن الطريق. لها أجر عظيم، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لما لها أيضا منفعة للإنسان وللمحيط. الطريق هو حق للناس جميعا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه، بداية نهى عن الجلوس في الطرقات، فالصحابة رضوان الله عز وجل عليهم قالوا ما لنا بد من الجلوس فيها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أعطوا الطريق حقه، فبين رد السلام وغض البصر، ثم قال وكفوا الأذى. كف الأذى هذا بمعنى أن الإنسان، هذا لفظ عام، بأن الإنسان لا يؤذي من يذهب في الطريق أو أي شيء يوجد في الطريق، فإنه لابد عليه أن يزيله وينال بذلك الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وهنا ننبه إلى هذا الأمر الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرورة المحافظة على الطريق من حيث نظافة الطريق، من حيث نظافة البالوعات كذلك، لأننا في أيام ربما تحدث فيها أمطار أو فيضانات فتسد تلك البالوعات، ثم بعد ذلك لا يجد الماء مجرا يجري فيه فيحدث الضرر بعد ذلك للإنسان، وتحدث ما يسمى بالكارثة، لأنها أمر أو حدث غير متوقع يأتي في فترة لا ينتظرها الإنسان، فترة قصيرة، فتتسبب بعد ذلك أضرار كثيرة. إذا تأملنا تأملا بسيطا نجد أن انسداد تلك البالوعة ربما بسبب تلك القارورة تاع البلاستيك التي يرميها الإنسان ربما من سيارته ويريد أن يتخلص منها، فلا تجد مجرى لها إلا تلك البالوعة، فيسد تلك البالوعة وبعد ذلك تحدث الفيضانات والكوارث. لماذا؟ لأن الإنسان يتصرف تصرفا صغيرا وهو يظن بأنه شيء هين بسيط، ثم بعد ذلك يتصرف الإنسان نفس التصرف، ونجد عامل النظافة مسكين يعني يقوم بالنظافة، ولكن متى كما يقول الشاعر متى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت أنت تبني وغيرك يهدم، متى تبلغ النظافة تمامها إذا كان هنالك منظف واحد ينظف وآلاف يعني يفسدون في الأرض أو يؤذون الناس في الطريق. فلذلك لابد من التوعية، لابد من التحسيس، لابد من التربية المحمدية، تربية الرسول صلى الله عليه وسلم التي دعانا إليها. ونحن حينما نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد علينا أن نعلم بأنه ما من خير إلا ودعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وما من شر إلا وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو اتبعنا هذه الوصايا النبوية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه الكوارث التي كما ذكرت لك أنها قد تحدث فجأة في لحظة معينة، تجد بأن الناس مثلا قد حدثت هنالك فيضانات بسبب عدم تنقية الأودية، مجاري المياه، البالوعات، ثم بعد ذلك يحدث الضرر لهذا الإنسان. كما تفضلتم أستاذ ضرورة التوعية والتحسيس والتأكيد أيضا أن الحياة عبارة عن تسلسل الأحداث. سلوكيات سلبية قد تنعكس سلبا على المحيط، وبالتالي قد تؤدي إلى مخاطر كبرى كالكوارث الطبيعية التي ستأخذ بذلك ربما أرواح البشر وتكون لها انعكاسات سلبية إما بشرية أو مادية. ربما بعض النصائح في الأخير للمشاهد الكريم في هذا الخصوص. النصائح التي نوجهها للمشاهد الكريم هو أولا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البيئة وفي التعامل مع الحياة، لأن دين الإسلام هو دين الحياة، فكل ما يصلح للإنسان لابد أن يحافظ عليه الإنسان. ثم بعد ذلك هذه الطهارة لا تكون على مستوى الأفراد وإنما تكون على مستوى الجماعات من خلال الجمعيات الخيرية التي لابد أن تقوم بحملات، وهي تقوم يعني ميدانيا تقوم
يقوم بحملات التنظيف، تنظيف الشوارع، تنظيف الساحات العمومية، تنظيف مداخل العمارات وساحات العمارات أو الأماكن التي يعيش فيها الإنسان. كل هذا من أجل أن نتواصى جميعا بهذا الأمر الذي هو ضروري في حياتنا، ولا يمكن لحياتنا أن تكون صالحة إلا بنظافة مجتمعنا ونظافة طرقاتنا وشوارعنا. شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل والشروحات. الأستاذ فؤاد برادعي، عضو مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كنت معنا في هذه الصبيحة. شكرا على الحضور، وجمعة مباركة أستاذ. شكرا، يومكم سعيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. شكرا لك.